إلا تنصروه فقد نصره الله. في علاقة بالهجمة الجبانة التي يقودها الحقود المتطرف والاستئصالي ماكرون على الإسلام وعلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يهمني أن أوضح ما يلي. الهجمة هذه ليست هجمة على مقدساتنا من قبيل الخطأ الاتصالي أو الحملة الانتخابية، بقدر ما هي اعتداء ممنهج على العقيدة الحق، الهدف منها هو قتل الحمية والغيرة لدى المسلمين. والمؤلم في هذا مش أن يخوضها الحاقدون، ولكن أن يعاضدهم في ذلك المنبتون من بني جلدتنا. فلا غرابة أن نجد حملة مساندة من بعض جمعيات الشذوذ الفكري والعملي الأمهة من فرنسا. كما يهمني أن يبين أن الحملة هذه تندرج في إطار إلهاء المسلمين عن مسخرة القرن وضم الأراضي الفلسطينية إلى الكيان الغاصب. اثنين، نأكد على فاعلية المقاطعة المباركة، فأقول يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطعوهم يخزيهم الله بأيديكم ويشفي صدور قوم المؤمنين. قاطعوا العهر الفرنسي والموضة الفرنسية واللغة الفرنسية. وفي الإطار هذا أدعو الحكومة التونسية إلى الاعتذار وإلغاء القمة العالمية الفرنكوفونية المبرمجة في ديسمبر 2020، وعلى فكرة 97 بالفرنسية راهي 24 و10 و7. للسيد وزير الخارجية اللي عمل نفسه ميت من قبيلة، نقول له أنه إن كان ألجمك الحياء والخجل فأنا أطلب منك ردا كتابيا. السيد رئيس الحكومة طلبي واضح، استدعاء السفير الفرنسي ومطالبته بموقفه من مضمون خطاب الكراهية والعنصرية الذي يبثه المدعو ماكرون، والضمانات لسلامة أبنائنا من الجالية المسلمة التونسية في فرنسا. سادسا، أطالب رئاسة البرلمان ورئيس البرلمان بانتسابه الرمزي لحركة إسلامية شعارها الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا بموقف واضح من التهجم على مقدساتنا وعلى نبينا، وأقول له اغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين، اغضب فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع بعد آلاف السنين، اغضب فالناس حولك نائمون وكاذبون وعاهرون ومنتشون بسكرة العجز المبين. السيد مفتي الهلال أقول له لا عليك، نم فأمامك ليل طويل. السيد رئيس الجمهورية الموقر وأمام متلازمة عمر بن الخطاب، نحب أن نذكره أنه في انتظار أن يتم برمجة خطبة في جامع الكرم حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بكل بساطة فما رسالة في التاريخ أقرأها كما هي: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه لا ما تسمعه والسلام. ختاما، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقال له يوم القيامة يا محمد. شكرا شكرا سيد النائب، شكرا سيد النائب. لا هو فاصل خلل تقني. سيد النائب سيد النائب سيد النائب سيد النائب سيد النائب تنجم تسمعني؟ ما قصيتش راه، ما قصيتش عليك. السادة التقنيين هم اللي قصوا، ما قصيتش عليك. لا هو صار خلل السادة التقنيين في بر. سيد النائب سيد النائب، محمول على حسن النية، صدقني ولا مسيت زر. أنا كنت أتفاعل مع السادة فأشاروا لي أن التوقيت صحيح عند السادة التقنيين فوق. أنت لك ما كنتش منتبه سيد النائب، راهو تنحى الإكران جملة وتفصيلة ويشيروا لي أن التوقيت صحيح عند التقنيين. إن شاء الله المال الأخير، أما تأكد تراجع توقيتك. أنا ما نسيت ولا نعرف 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 سيد النائب، نعرف سيد النائب، من حقك باش تتساءل طبعاً.